يا وغت الكل يا اختي، واقفه حالنا ايه يوقف حد؟ ده خراب مستعد. ما تقومي يا بنت انت وهي اللي معاكوا في وسطين، قوموا يلا. ما هو كله من تحت راس المزهرطيه، هم اللي جابوا لنا القرطه الانجليزي دي في بحر. ده ايه ده اللي احنا فيه ده؟ ده مش عاتقين حد في الشوارع، بيفتشوا الناس كلها، مش عاتقين لا حرمه ولا راجل. الايام سودا ونيله ب60 ميل. ده انا كنت بنفكره نخرج تاني ونسرح بالبيت. يا اختي تنيلي انت كمان، انا عايزه تبيع بيتها الممشش للناس، ما كفايه عاشتهم ممشاش. قومي يا بنت عايشه من هنا، تقلي معادك في وسطنا يا بنت، قومي. ما بقاش الا المقاطير كمان يقعدوا ياخدوا ويدوا معانا. ده ايه النصيبه دي؟ عايزين نفكروا في طريقه تطلعنا من الدكه دي. وهي دكه بعقل؟ لهو البنت خضره طفشت من شويه. حقها، اديلها جمعتين دلوقتي. ده مرة بالروية قليلة الأصل، عارفة المرة دي لو رجعت تاني تكرشيها ولا تديلهاش وش. ودي هترجع تنيل ليه؟ ما احنا قاعدين بنش اهو. هو الحال ده هيفضل قد ايه؟ أنا عارفة، أهو اللي له أول له آخر. ولا باين لها اخر، قدرنا في وقف الحال ده يجي اكتر من شهرين. ده انا ما بقتش احتكم على مليم احمر. وعبد العال ما بيروحش شغل الايام دي؟ عاطل زي بقيه الناس، يومين شغل وعشره في البيت، وبينط من شغل لشغل، ومفيش شغل قاعد فيها لحد ما قرر روحه. هو قاعد ده حتى ما بقاش بيهوب ناحيه الحار، مش عايز يشوف حد. شفتي؟ مش كنتي سمعتي كلامي وما سبتيش القهوه؟ اهي دلوقتي كانت نفع. حوش حوش، قال لي انا انت يا اختي اللي قهوتك شغاله، ما انت قاعده بتنش اهو. اني احسن من غيري، وهي بترزق برضه بكام زبون، وسواعي لي كام عسكري ولاد كلب انجليزي، وهي ماشيه بالتيره. سيبك سيبك، ربك بيرزقها يا بنت. قولي لي بقى محتاجه كام؟ انا عارفه يا اختي اني بنتقل عليك. اخسى عليك يا سكين، واني اللي عندك اختي؟ مش القصه، اني بس خايفه تكوني انت كمان اشلانه ودك. لا يا اختي ما تخافيش عليا انا. قولي لي بقى محتاجة كام؟ شوفي لي 2 جنيه، أصلا أنا ملزمة بالرية وبنتها وجوزها، مادام بنعرف نتصرف. يا أختي هو أنت كنت خلفتيهم ونسيتيهم؟ ده إيه المرار ده؟ هنعمل إيه بس يا أختي؟ يعني نسيبهم يموتوا من الجوع؟ أنا على رأي المثل، أردب ما هولاك ما تحضر كيلو تتعفر دقنك وتتعب في شيله. أنا عندي حل للليلة السودة اللي احنا عايشين فيها دي. ما تتكلم على طول يا عبد الرازق. ايه؟ هترجع تشتغل عطباجي تاني؟ هننقله ايه يا حسرة في الشوارع المقفولة دي؟ ما تسيبوه يتكلم يا جدعان. قول يا عبد الرازق ايه اللي في دماغك؟ نشغلوا الرزالة على الخواجات، ننزلوا بالليل نصطادوا كام عسكري انجليزي، نخلصوا عليهم ونقلبوهم. ده فلوس، ده حتة سلاح، ده وكده يعني. يا سلام، اتسطرت ولا جرى حاجه النفوخ؟ بقى احنا بنقول يا حيطه دارينا نقوم نقتل الانجليز. ما احنا هنعمله ده في السر يا حسب الله. ليه؟ لو احنا كنا هنعمله كده عيني عينك. شيل الكلام ده من راسك. الانجليز في الشوارع نازلين ضرب في الناس عمال على بطال، ما بالك لما نقتل حد منهم يعملوا فينا ايه؟ هيجيبونا من تحت تقطيع الارض.
امال هنعمله ايه بس يا خال؟ بقول لك ايه يا عرابي، ما تشوف الحرمه اللي تابعك دي تقلبها لنا فرشيه. نازله فكرك معاها حاجه؟ معاها حاجه، دي خياطه ومتصياطه، ولا الناس كمان بطلت تلبس؟ الناس بعت هدومها حسب الله، يبقى هيفصلوا بدلها ازاي؟ احنا لازم نشوف لنا حل، نشوف لنا سكه نجيب من وراها قرش. معلم مسكينه جايه معاها التموين. دي جابت فلوس منين؟ دي الصبح قالت لي ما معهاش مليم احمر. اصلها مره عجيبه بصحيح. ما هو ده حصل من يوم ما دار الحمايه البريطانيه اصدرت القرارات بتاعت مشاركتنا يا مصريين في اداره البلد. الناس عندها حق، محدش يرضى لحد ان يدخل بيته ويدير له حياته. بس المظاهرات رجعت اعنف، والشعب كلهم بيموت منه عشرات، واللي زاد وغطى حكايه الجنازات والنعوش الفاضيه، وبعدين الجنازه تتحول لمعركه وضرب نار. جنابك ما قريتش القرارات اللي صادره من دار الحمايه البريطانيه ان الجنازه ما تزيدش عن 100 فرد. ايوه بس احنا مش هنقدر نعمل كده، دي جنازات شهداء يا ابراهيم. ما هي بتتحول في الاخر جنابك لمجزره بين ولادنا وعساكر الانجليز. طيب انا بقول اننا نحوط الجنازه من دول ونحاول نمنع عنهم اصطدامهم بالانجليز. جنابك مش هنقدر نعمل كده، الحكايه فيها ذخيره حيه، ولو ده حصل هتبقى كارثه. مش كفايه مجوعيننا وقافلين ببلاد الرحمه؟ لا، ومقطوع لنا في بحري، بيضربوا في الناس بالباروده، والدم في الشوارع بقى للركب. طب انا عندي ليكوا فكره، انما ايه؟ ممكن اي حاجه ترجع لنا لقمه العيش احنا معاكي فيها. بنقول لك ايه، احنا حرمتين محدش هياخد باله مننا، احنا نروحوا نقلبوا الناس اللي سايحه في دمها. ايه مالك نزل عليك صهمان؟ بنقوله عجبه؟ اما اني كليه مركز زي انت، ايه غرور بنياب؟ عايزه تروحي تمدي ايدك في جيوب ناس ميتين؟ وماله يا عبد العال، فيها ايدي يا اخويا، اهو اي حاجه نجيبه منها قرش بالعقل كده. فين العقل اللي في كلامكم انتوا الجوز؟ حرام ولا هو كان حرام؟ الحرام هو المرار اللي في عيشتنا اللي احنا فيها دي. لقمة العيش اللي بندوره عليها دي نجيبوها من اي حته تانيه، ان شاء الله نجيبوها من حباب عينين الناس، بس مش من ميت. لهو انت ما تعرفش ان الحي يبقى من الميت؟ مش فاهم ايه اللي بيحصل، ده الانجليز زي ما يكونوا داخلين حرب مع اولاد البلد. انا عندي خوذه منام السلطه، نقوم نلبسوها ونطيحوا في العالم ده. لا 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 لا، قلبك ابيض قلبك ابيض، انا رايي ان احنا نجيب الخوذه نبيعوها وناكله بتمنها، ولا حتى نجيبوا دخان. اما بطلوا ده واسمعوا ده، الله انتوا ناويين تبيعونا هدومنا ولا ايه؟ ايه يا عصب الله، انتوا ايه حكايتكم بالظبط؟ هو احنا اللي هنصرفوا عليكم لا مؤاخذه، ولا انتوا اللي هتصرفوا علينا، ولا انتوا ناويين تقضوها ايه؟ يا ساتير، ده ايه الايام الرذيله اللي احنا عايشينها دي؟ ما تقوم ما تقوم، انص هات لنا كاسين من المخشوش بتاعك ده، يلا على حساب المعلم حسب الله. يا لهوي يا لهوي على الشوارع بره، يا لهوي وعلى اللي حاصل فيها. يا مرحب يا خضرة، اهو اللي حاصل في الشوارع ده هو اللي حماك اني نخنقك بايدي. ربنا ينتهك بالسلامه. ايه ده، دايما على بالي يا معلمه. لو اني على بالك بصحيح ما كنتش رحت وقلت عدولي يا مره بالرواية ليله الاصل. نعمل ايه، الشغل ملهي الواحده. هو فين يا اختي الشغل ده؟ ما الشغل ما هو نايم اهو. انا مش بتكلم على اليومين دول، انا بتكلم على اليومين اللي فاتوا، القرشين اللي كنت حيشاهم عشان عازه الايام السودا دي ضيعتهم. قلت نيجي نشوف عندكم صرفه، ان شاء الله تقومي بالسلامه. بقى واحده زيك يا خضوره عندها الصيغه دي كلها وتشتكي؟ ده انت تمنهم يا وليه اكلك سنه.